دي اول القصيده. النهارده صبي باليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. فندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت قرتي كده وانت تشوفي. اوعى كده بلا نيله، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح. براء النوح هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت. اوعى افكك من كلمتين لحد. اوعى بقى، اوعى تجيلي. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وفضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي، ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي اللي هحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف. بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفه ليه؟ عشان تفضل معلقه كل واحده مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحه مش عاجبني حالك. ايوه قاعده كده يا اختي كامره نفسك في الاوضه وفي قميص نوم ومتدفيه زياده. يا اختي مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي. هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد، ما تخافيش. ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توريه اللي عينه ما شافتهوش. يا خايبه انا نويت اظبطك. حبيتك، اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر و
وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه. بس قوم النبي اوعي تقولي لام وقبره ان انا اللي عملت كده. واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده. خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي. خمس دقايق وجايه لك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط وقع في رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها يخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامة كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي سابولي ربنا. طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنني. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا ليكي انت. شوق تعالي عايزاك. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده. وحبتين النسوان والسهواكه ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مره، وانا قلتلك بدل المره اتنين التالته من غير صوت. في غمضه عين هتبص تلاقي نفسك مرميه في الشارع، فاهمه؟ بالحدمة اللي عليكي. وأنا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجة تظلميني أحسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش الشر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. انت مقامك اخضر والكل بيتبارك بيه. مقام اخضر؟ فسر. الاحمر المستورد وبالسعر اللي انت عاوزه. فراوله يا ابني، انا ماليش في الكيمياء ما انت عارف. بس الكيمياء بقت موضه ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي. الاحمر ده اللي بيخلي البشريه شد حيلها، وحباية واحدة تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح
والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ كيف بيخلي الكل يتساوى؟ وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما أديهم توجعهم. حاكم الأصوات دي ما بتجيش إلا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والأهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الأرخص؟ لا، أنا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. آمين. نركي نركي رجعت. طيب يا خلي بالك ومرحوب. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه؟ فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه؟ ميرسي. ميرسي ايه بقى الحته هنا؟ ده البيئه كلها هيفتكروكي خواجاي ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي، ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظاهر عليك يا فندينا مش هملك. انت هنا من امتى؟ قبل الاستراحه بشويه. حلو قوي الفيلم ده. فيلم ايه؟ ما تحسبهاش كده يا بطريق، فوتة دي حاجه تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسباها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفء، فوتنا دي تربيه ايدي، تربيه ايدي، بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ياه ما تيجي تعزمنا على حاجة أحسن. لا ياه ما أقصدش هات كده، بس القهوة ملغمة بعوق. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابي. والجوزة فرق. لا لا. والقهوة فرق. لا لا. والجوزة فرق. لا لا. طمني أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة وبعدها راح المقطم مع المحامي ومنها على بيت الرقاصة وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه باللقاء ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله يا باشا شاح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد معاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله.